ده سنترال تي دي اي 200 شغال، وده السي بي يو، وده سي بي يو تي دي اي 200. بالمناسبة السي بي يو للتي دي اي 100 او 201، وبرضو السي بي يو بتاع تي دي اي 100 او 201. السؤال، هل ينفع لو كارت السي بي يو التي دي اي 200 او 100 حصلت فيه مشكلة ومبقاش يشتغل، هل ينفع اركب مكانه سي بي يو تي دي اي 100 او 200؟ وهل العكس ممكن؟ يعني هل الكابينة التي دي اي 200 ممكن تشتغل بالسي بي يو بتاع الكابينة تي دي اي 200؟ خلينا نشوف. اولا احنا هنطفي الباور وهنبدل الاتنين سي بي يو مكان بعض ونشوف هيشتغل ولا لا. انا بدلت سي بي يو التي دي اي 200 بره اهو، وركبت مكانه التي دي اي 200، وهفتح الباور وهشوف. اولا نفتح الباور، اول ما يبتدي الفليكر طبعا بنرجع المفتاح على وضع سيستم انشالايز، نعمل ريسيت. ولما فليكر الجرين فليكر يبدأ نرجع المفتاح على وضع النورمال وننتظر. طبعا السي بي يو التي دي اي هيشتغل مكان السي بي يو تي دي اي، وده معناه ان انا اقدر اعمل ابجريد للسنترالات التي دي اي، بان انا اشيل السي بي يو التي دي اي منها، سوري اشيل السي بي يو التي دي اي اللي فيها واركب فيها سنترال تي دي اي 100 او 200، والعكس بالعكس لو انا حصلت عندي مشكله في سي بي يو تي دي اي اقدر استبدله على الكابينه بسي بي يو تي دي اي. ابتدت الكروت تشتغل، اشتغلت فعلا. طبعا الانورم اللي عندي بسبب ان السي بي يو التي دي اي محتاج باتري، لكن كل الكروت اشتغلت والسنترال اشتغل، يبقى انا اقدر ابدل السي بي يوز ما بين انواع السنترال تي دي اي والتي دي اي.